السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للموظفين وهيئة التدريس تفاصيل زيادة الأجور من أول يوليو بالأرقام. كشفت وزارة المالية عن تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في مشروع موازنة العام المقبل 2022-2023 لتصل إلى 400 مليار جنيه. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أول يوليو المقبل إلى 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه، والتي يتبعها زيادة في الدرجات الوظيفية المختلفة. حزمة مالية جديدة لتحسين أجور العاملين بالدولة بتكلفة 45 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022-2023. 8 مليارات جنيه للتكلفة الإجمالية للعلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعلاوات الخاصة لغير المخاطبين. المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو علاوة دورية مستحقة بنسبة 7% الأجر الوظيفي من في 30 يونيو 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو. غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2022 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 100 جنيه شهريا ودون حد أقصى. تعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2022. العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة وذو المناصب العامة والرابط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. 18 مليار جنيه تكلفة زيادة الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين بغير المخاطبين هي اعتبارا من أول يوليو بفئات مالية مقطوعة الدرجة. الزيادة في الحافز السادسة والخامسة والرابعة 175 جنيه، الثالثة 225 جنيه، الثانية 275 جنيه، الأولى 325 جنيه، مدير عام 350 جنيه، العالية 375 جنيه، الممتازة 400 جنيه. ويستفيد من ذلك من يعين بعد هذا التاريخ ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير. الحد الأدنى للزيادة التي يستفيد بها العاملون بالجهاز الإداري للدولة على ضوء العلاوة الدورية والحافز الإضافي تبلغ الدرجة السادسة 275 جنيه، الدرجة الممتازة 618 جنيه. اعتبارا من أول يوليو 2022 بتكلفة 500 مليون جنيه زيادة حافز الجودة لأعضاء التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الوظيفة المعيد من 1500 جنيه إلى 2050 جنيه، المدرس المساعد من 1750 إلى 2100 جنيه، المدرس من 2000 إلى 2250 جنيه، الأستاذ المساعد من 2500 جنيه إلى 2700 جنيه، الأساتذة من 3000 جنيه إلى 3100 جنيه. بالإضافة إلى تخصيص 1 مليار جنيه للتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذي يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل. سيتم ضم تخصيصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق
برفع مكافأة أطباء الامتياز والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومستشفيات جامعة الأزهر التي تصرف للأطباء خلال فترة التدريب في سنة الامتياز، بحيث تكون زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى 2200 جنيه شهريا، وأخصائي العلاج الطبيعي 2000 جنيه شهريا، وأخصائي التمريض العالي إلى 2000 جنيه شهريا. كما أنه تم تخصيص 1,800,000 جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض، وسنويا إلى نحو 30,000 مكلف جديد. أتمنى من الله أن الفيديو يكون عجبكم، وأنا جبت لكم الصور بالضبط ده من وزارة المالية. دمتم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.